كده مع البيبي لما ده وهما رياضة. الاتنين يلعبوا. يس. طيب اللي يمشي بقى على التمارين دي خلال ال10 ايام، هل لازم معاه يكون في نظام غذائي يتبعه؟ طبعا الاكل، انا ايوه عارفه كمصريين وعارفه، بص ثم العيد الاكل داخل، ثم الاكل الاكل حلو، ثم الاكل احنا ثم ايوه الاكل. اه حلو طبيعي ان احنا الاكل هو ناكل، حلو ان احنا نستمتع، بس فكره بناكل ايه؟ فعايزين ان احنا مش لازم نغير حياتنا خالص. انا ايمي عندي عقده بكلمه دايت، انت تقولوا لي هعمل دايت، هقعد اليوم كله حرمه نفسي واكل بالليل كلنا اكل عندنا دايت عقده ومش من دايت، كلمه دايت. واكل اكل جيراننا كمان. بجد يعني ناكل ابن ابننا. فانا مش بحب كلمه دايت بيرسونلي، انا بحب كلمه هيلثي لايف ستايل، اسلوب حياه صحي، عشان ده اللي اقدر استمر عليه مدى الحياه. لكن ده استمر عليه ايه؟ ورقه والقلم وبالجرام وكده، هستمر عليه شهر اتنين هيقول خسيت 20 30 كيلو، تخنت قد ايه بقى بعد ما وقفت؟ لا تخنت 40 كيلو. This طب is ايه not المسموح بيه وايه اللي ممنوع علشان الوزن ما يزيدش خصوصا قبل العيد؟ اوكي انا مش بحب ان انا امنع خالص، بس دايما بقول ان احنا نقلل من الحاجه المش صحيه. يعني دايما بقعد انزل في الستوريز إيه بتاعتي، زي ايه؟ يعني امبارح مثلا يا شيف سوري منزلها كيكه باكلها عادي، بس ممكن اخد اطمه من الكيكه، ما هو ده اللي انا بقوله. اخد 2 كيلو كيك، ما هو ده اللي انا بقوله. 20000 الكيكه حلوه، خدي معلقه يا ست وبالليل خدي معلقه، خدي اي اكل الشيف بيعمله، بس ناخد معلقتين، كميه قليله. كده كده الهيلثي لايف ستايل بيقول ناكل 80% من اكلنا صحي و20% ندلع نفسنا عشان الحياه تستمر وتتحرك تحرق وتتحرك تحرق. فممكن ان احنا نقلل العيش بالاخص، علشان انا عارفه ان احنا كعرب بنحب بقى نفطر ساندوتش نتغدى رغيفين ونتعشى 20 رغيف، فلا نقلل العيش، نص رغيف رغيف، ناخد بذور كامله، مش لازم عيش ابيض، ان احنا نشرب ميه كتير. انا عارفه الميه كتير دي بتتقال كل الناس عارفاها، لكن في الاخر مش بنعمل، معلش يعني احنا داخلين على عيد وفته نمشي ولحمه، والشيف عامل رز بخلطه وعليها فخده وبعديها اناناس بالكراميل، ده مالها دي؟ ده زي الفل، الفخده مش مشكله. انا باكل كل حاجه، بس لو باكل حاجه ان هيلثي تبقى بكميه قليله، واحاول ان انا ابتدي بالحاجه الصحيه الاول علشان احتياجي الحاجه المش صحيه تبقى بكميات قليله. طيب فلما مثلا قدامي انا دلوقتي على البوفيه او حاجه رحت لقيت كميات، احاول ادور على الحاجه الصحيه الاول، ابتدي مثلا بالسلطه، ابتدي بالشوربه، اكل الحاجه اللي تسد نفسي اكتر. بالظبط، مش سد نفسي، نفسي. ما انا حامله بطني صحي الاول، لا بس هي بتسد بسرعه. فساعتها بدل ما كنت هاكل 100% من الاكل مش صحي، الاقي نفسي اكلت 20% مش صحي، فهكون ان ايه ده، انا انبسطت ما حرمتش نفسي وبنزل في الوزن. فنعمل بس تغييرات بسيطه، مش لازم 100% انا بكره دايت، عشان برضو حافظ على شكلي وافضل مبسوطه ان وزني مدى الحياه هقدر استمر. طيب بعد الاكلات الثقيله اللي طبيعي هناكلها في العيد عشان نتبسط بالعيد، اكيد في تمارين لازم نعملها في البيت علشان نقدر ننزل في الوزن ونحافظ على وزننا. بالظبط، إيه احنا مثلا عملنا زي التمارين دي، وعلى الصفحه كنت منزله برضو تحدي. احنا قدامنا فيديوز نزلت لهم، ممكن حتى في البيت نعمل ده، ممكن نعمله كمان بكيسين رز لو ما عندناش دامبلز، ده تمرين للبطن، وممكن نعمله على الكرسي كمان. كنت بقوله للناس عندهم مشاكل في المفاصل، ممكن واحنا قاعدين على الكرسي يمين وشمال نعمله اهو. حلو ده اهو، ده اسمه راشن تويست. التمرين ده كنت بشرح فيه ان احنا ازاي نقلل الاتب ونعمل تمرينه بتشد عضلات الظهر، يعني ده مفيد للظهر. فكري يا شيف عملناه المره اللي فاتت بكيس الرز ده وكيس البصل كان، فده اسمه بنت اوفر روز. بقول اوعوا تقتبوا ظهركم كده، مش دي التمرينه، بقول اوعوا تقتبوا ظهركم، ترجعوا وسطكم لورا، تفردوا ظهركم، وبرده من 15 ل 20 عده، ده بيقوي عضلات الظهر فبتقلل الاتب. وهنا على الحيطه، على الحيطه ازاي نعمل تمرين كل ده للمبتدئين البنات، ده للمبتدئين، وازاي بقول برده ازاي نصعب المستوى ده، تمرين بوش اب، تمرين ضغط عضله البنات، ده بيرفع عضلات الصدر، بيقوي عضلات الدراع. بقول لهم اوعوا تعوموا كده، لا بتريق عليهم، بقول لهم اوعوا تنزلوا عوم كده، تحملوا على مفصل اكوا، ده غلط. فبقول لهم تنزلوا بالراحه، ما تحركوش رقبتكم، عشان اغلب الناس عندهم مشاكل في المفاصل، يعني نثبت الظهر باستقامه. بالظبط، انا اهم حاجه هنا ان الشيف عرف بقى التمارين اللي هيعملها. أيوة. بعد ما ياكل الاكلات الجميله دي في الاخر. يا انت بتفكر بفوت حاجه؟ لا انا عارفه ان انا بستفيد اكتر من الستات، وانا عارفه انت بقالك فتره اصلا بتعمل فورمه الساحل. المره فاتت يا حرام عمل معايا كل التمارين. انا بستفيد والله في المعلومات دي اكتر من الستات، خدي بالك وبنفذها. عارفه وننزل نتمشى كل يوم كمان، التمشيه مفيده جدا، نتمشى حتى نص ساعه، نتمرن تمرين ان انا اليوم في التحدي نزلها بس 5 دقائق، 5 دقائق كبدايه، نزلها 14 يوم التحدي، نزلتهم على الصفحه بتاعتي، كل يوم تعملوا 5 دقائق بس، وننزل نتمشى، ناكل صحي، نشرب ميه كتير. وانت عموما